احنا اولاد سليم ما نش طالبين وما نش متاع مشاكل وما نش واحد المصارحة طالبين المصارحة، لكن اعطينا شكون المتسبب، شكون اللي ضرنا، نطلبوا المساءلة ونطلبوا التعويضات البدنية اللي حصلت لنا. لأن في ديما في ذكرى الرش في سليانة يجي شكون من أي أحزاب من مسلط إيه حتى نشوفوكم وضعيتكم ما ثم حتى شيء، يجي العام الآخر نفس الشيء. تو أنت من 2012 تو 5 سنين هاي الذكرى جت متاع الرش ما ثم حتى شيء، لا حكومة استدعتنا ردت لنا اعتبارنا ولا حتى هونت علينا وإلا طبطب عليه الواحد. ثم حكاية بلاش نحكيها، طفل صغير بوه داخل عرض له دزه طاحت فلو بدأ يبكي، جاء في التركينة وقعد يشهد، قعدك الطفل يشهد بوه، قعد وقت بعد خسر الولده قعد يشهد مشى وقال له يجري الطفل مشى له يجري. لأن هذه رسالة في حد ذاتها، كون أخزر البو يظلم والولد يسامح. احنا مانيش ضد التسامح وضد رد الواحد مع رد الاعتبار مع المسائل. شنو الضحية؟ أهالي سليانة ديما ضحية من عهد البرجيبي، من عهد الواحد التو، عهد الزين التو، من البلدان المنسية تكاد تكون معدومة. مانيش باش نحكي ثم حوايج طرائف على الملأ في التلفزة وقت برئاسة الحكم، مانيش باش نذكر أسماء ومانيش باش نذكر ناس كل تعرفها وتستشهد بها التو. احنا لهنا شنو؟ أنا واحد مانيش باش نتسائل على مصيري شنو؟ أنا عمال حالتي تزيد تتعقل، ما عادش نجم نمشي. مرة فاتت أنا نمشي واحد كلمني متالي تلفت له نحالي مريت من نحالي مريتي وهرب بيجي سرقها لي. ما نجمتش نجري في جرت، ما لقيتش تاقي ما لقيتيش. بديت والله صدقوني نبكي، مانيش على مريات، نبكي الصحة اللي خانتني ساقية اللي ضربت هذه وخسرتها أنا ما لقيتهاش وقت الحاجتي بها. صحة الإنسان وقت حاجته بها ما لقيتهاش. فهمت؟ وقتاش إذا كان احنا دولتنا هذه وما تردناش اعتبارنا وما تعتذرش لينا، شكون باش يعتذر لينا؟